بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، بإذن الله عز وجل هنشرح الدرس الثالث من دروس مادة اللغة العربية. الدرس يا شباب بعنوان إني رأيت نملة. طبعا الدرس نص. هنا النص هذا يتحدث عن التعاون بين الحيوانات بعضها البعض. طبعا يا شباب في عالمنا الذي نعيش فيه يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان، ويمد له يد المساعدة، ويمد له يد يا شباب المساعدة، ويشارك في أفراحه وأحزانه. وفي عالم الحيوان أيضا يا شباب نجد صورا كثيرة للتعاون والتآلف الذي يكون بين الحيوانات بعضها البعض. تعالوا معا نتعرف ماذا رأى الشاعر في قرية النمل. طبعا الشاعر هنا اللي معنا في هذه الأبيات الشاعر إيهاب عبد السلام. الشاعر مين يا شباب؟ إيهاب عبد السلام. نقرأ الأبيات مع بعض كده ونطلع المعاني ونطلع الشرح ونطلع مواطن الجمال. كله ركز معايا يا شباب، الأبيات حفظ. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال، لم تستطيع حمله تذكر قولا يقال، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. يلا شباب مع بعض كده نطلع معاني الكلمات في كل بيت. أول حاجة ما أقول إني رأيت، كلمة رأيت دي معناها إيه؟ أي شاهدت نملة في حيرة. نملة دي يا شباب لها جمع، جمعها نمل أو نمال. يبقى إني رأيت، يبقى رأيت معناها شاهدت نملة في حيرة. كلمة حيرة يا شباب معناها إيه؟ أي اضطراب وتردد. طب المضاد بتاعها إيه؟ سكون أو اطمئنان. سكون أو يا شباب أو اطمئنان. لم تستطع حمل الطعام. كلمة تستطع دي معناها إيه؟ أي لم تقدر على حمل الطعام وحدها فوق الرمال. طب الرمال دي مفرد ولا جمع يا مستر؟ الرمال دي جمع، مفردها إيه؟ الرمل. طيب نادت على أخت لها، نادت دي معناها إيه؟ أي صاحت بأعلى صوتها على أخت لها تعينها فالحمل مال. كلمة تعونها يعني يا مستر؟ يعني تساعدها. الحمل هو ما يحمل على الظهر. يبقى تاني نادت بمعنى إيه؟ صاحت بأعلى صوتها على أخت لها تعينها أي تساعدها فالحمل، الحمل هو ما يحمل على الظهر. لم تستطيع حمله تذكر قولا يقال. يقال معناها يا مستر؟ معناها يردد. تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، يعني بالتآلف والتواصل بين الجميع. نادت على إخوانها جاءوا، يعني حضروا، حضروا جميعا بالحبال. يبقى جاءوا جميعا بالإيه؟ بالحبال. جروا معا طعامهم، جروا معناها إيه؟ أي شدوا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال، أي شيئا مستحيل يا شباب. تمام كده طلعنا أهم المعاني الموجودة. طب نطلع أهم الجموع. قلنا نملة، نملة دي جمعها يا شباب نمل أو نمال. الطعام الأطعمة، الحمل الأحمال أو الحمول، ممكن برضو نقول أخت أخوات. الخير الخيور أو الأخيار، قول جمعها برضو أقوال. طيب نبدأ بقى نشرح بيت بيت يا شباب ونطلع الأسئلة المهمة. لما اجي اقول اول بيت بقول ايه؟ اني رايت نمله في حيره بين الجبال. هنا شرح البيت يا شباب يحكي الشاعر عن تجربه نمله شاهدها. شاهد الشاعر نمله وكانت هذه النمله في حيره بين الجبال. لماذا؟ لانها كانت تحمل حملا ثقيلا. طيب انا ممكن يا مستر اطلع سؤال؟ ماذا راى الشاعر بين الجبال؟ دي سؤال مهم جدا. راى يا مستر؟ رأى الشاعر بين الجبال نملة كانت في حيرة. طب لماذا وكيف كان حالها؟ في حيرة ليه؟ لأنها كانت تحمل حملا ثقيلا. طيب لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. إيه شرح البيت ده؟ شرح البيت أي لم تستطيع النملة حمل الطعام بمفردها فوق الرمال. طيب ممكن نحط سؤال؟ هل استطعت النملة حمل الطعام بمفردها؟ لا، لم تستطع النملة حمل الطعام بمفردها. طيب البيت الثالث، البيت الثالث ده يا شباب اللي هو النملة تطلب المساعدة من غيرها. تعال نشوف بتقول ايه. نادت على أخت لها تعينها فالحمل مال،
شرح البيت بيقول ايه؟ اي نادت النمله على اخت لها من النمل. يبقى هنا في تعاون بين النمل وبعضهم وبعض، في تعاون. يبقى نادت النمله على اخت لها من النمل لمساعدتها، لان الطعام من ثقله قد مال منهما. يبقى نادت على اخت لها تعينها فالحمل مال. هيجي لي سؤال، ممكن احط سؤال هنا مصر، او ممكن احط سؤال، لماذا نادت النمله على اختها؟ نادت النمله على اختها لكي تساعدها، ولماذا؟ لان الطعام من ثقله قد مال منها. البيت الرابع بيقول ايه؟ لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال. يعني لم تستطيع النملتان حمل الطعام، وتذكروا قولا من الاقوال يقال. طب تعال نعرف يلا ايه القول ده. البيت اللي بعد كده رقم 5 اللي هو بيدعو بقى للتعاون النمل لحمل الطعام. تعاونوا جميعكم، يبقى القول الذي يقال هو يا شباب تعاونوا جميعكم، يعني الدعوه الى التعاون. فالخير ياتي بالوصال. هنا الشعر في هذا القول هو هذا القول هو تعاونوا جميعكم فان الخير ياتي نتيجه التآلف والتواصل والتعاون بين الجميع، ويحقق الرفاهيه بين الجميع. تمام. طيب بما جاء النمل، بيت بعد كده بقى نادت على اخوانها جاءوا جميعا بالحبال. ممكن احط سؤال هنا؟ سؤال يا مستر، بما جاء النمل الى اخته. تعال نشوف ايه. يبقى جاء النمل جميعا بالايه؟ بالحبال. طب شرح البيت ايه رقم 6؟ يبقى شرح البيت بتاع نادت على اخوانها جاءوا جميعا بالحبال شرحه، فنادت النملتان على اخواتهما طالبتين المساعدة منهما. طيب هل اتوا اليهم؟ نعم اتوا اليهم وجاءوا اليهم بالحبال. ثم بعد ذلك تكاتف الجميع وجروا الطعام. البيت الاخير بقى شبابه جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. طب يا مستر ايه؟ طب انا عايز اطلع يلا. معناه ايه؟ اي جاءوا جميعا وقاموا بجر طعامهم نحو بيوتهن، ثم بعد ذلك يثبت للجميع بانه ليس هناك شيء مستحيل او غير ممكن بالتعاون. طيب كده بفضل الله عز وجل شرحنا الابيات كلها وطلعنا المعاني المهمه. نبدا بقى نطلع في كل بيت مواطن الجمال. اول حاجه لما اجي اقول اني رايت نمله في حيره بين الجبال، اني رايت يا شباب نمله في حيره بين الجبال. طيب هنا يا شباب، هنا في هذه الابيات اول حاجه موطن الجمال في حيره بين الجبال. ايه موطن الجمال فيها مستر؟ تعبير جميل يشير الى الموقف الذي كانت فيه النمله متحيره وغير قادره على مجابهه الموقف بمفردها. يبقى تاني، يبقى في موطن الجمال هنا في ايه؟ تعبير. يبقى في حيره بين الجبال موطن الجمال اللي فيها تعبير جميل يشير الى الموقف الذي كانت فيه النمله متحيره. طيب ما اجي اقول ما موطن الجمال في لم تستطع حمل الطعام؟ تعبير جميل يدل على ان الطعام كان ثقيلا ومش كان كان ثقيل. يبقى تاني، لم تستطع حمل الطعام، تعبير جميل يدل على ان الطعام كان ثقيل. طب ما اجي اقول بيت الثالث نادت على اخت لها، موطن الجمال فيها ايه؟ تعبير جميل يدل على اهميه التعاون. مش هي نادت على اخوانها؟ نادت على اخوانها، فهنا موطن الجمال تعبير جميل يدل على اهميه التعاون. طيب لم تستطيع. طيب في موطن جمال برضه في البيت الثالث، نادت على اخت لها تعينها فالحمل مال. ممكن نحط موطن جمال في الحمل مال؟ الحمل مال يا شباب تعبير جميل يدل بوضوح على ثقل الحمل الذي كانت تحمله النمله فوق جسمها. طيب ما اجي اقول بعد كده لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال. قولا يقال فيها موطن جمال، فيها موطن جمال تعبير جميل يبين قيمة أن يستفيد الإنسان من تجارب الآخرين. جميل جدا. طيب أما أجي أقول تذكر قولا يقال، تعاونوا جميعكم، إيه موطن الجمال هنا؟ تعاونوا، دي أسلوب أمر ولا مش أسلوب أمر؟ أسلوب أمر يا مستر. طب أسلوب أمر يفيد إيه؟ النصح والإرشاد. يفيد إيه؟ النصح والإرشاد. طيب أما أجي أقول، أما أجي أقول يا شباب تعاونوا جميعكم فالخير ياتي بالوصال. الخير ياتي بالوصال ده يا شباب، ايه موطن الجمال اللي فيها؟ الخير ياتي بالوصال يا شباب تعبير جميل يدل على اثر التعاون ودوره البارز في انجاز الاعمال، في انجاز يا شباب الاعمال. طيب جاءوا نادت على اخوانها
جاءوا جميعا بالحبال، جاءوا جميعا. ايه موطن الجمال اللي فيها؟ تعبير يدل على سرعة الاستجابة. يبقى هي أول ما نادت أتوا جميعا ولا لم يأتوا؟ أتوا جميعا، فلذلك هنا موطن الجمال تعبير يدل على سرعة الاستجابة. طيب، جروا معا طعامهم لم يعرفوا شيئا محال. طب لم يعرفوا شيئا محال يا مستر، ايه موطن الجمال اللي فيها؟ تعبير جميل يدل على ان العزيمه الصادقه والتعاون يجعل المستحيل ممكنا. تاني يا مستر، لو قلت لك ما موطن الجمال فيه لم يعرف شيئا محال، تعبير جميل يدل على العزيمه الصادقه والتعاون، وان بالعزيمه الصادقه وبالتعاون يجعل المستحيل ممكنا. وكده بفضل الله يا شباب قد انتهينا من درس اني رايت نمله، طلعنا قرينا الدرس قراءه صحيحه. اهم حاجه نحفظ الدرس حفظ جيد، بعد كده نهتم بالمعاني وبالمضاد، ثم بعد ذلك بالشرح وبمواطن الجمال وبالاسئله المهمه. والى اللقاء في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.